أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. إذا إذا السماء السماء انفطرت، انفطرت، وإذا وإذا الكواكب الكواكب انتثرت، انتثرت، وإذا وإذا البحار البحار فجرت، فجرت، وإذا وإذا القبور القبور بعثرت. بعثرت. علمت علمت نفس نفس ما ما قدمت قدمت وأخرت. وأخرت. يا يا أيها أيها الإنسان الإنسان ما ما غرك غرك بربك بربك الكريم الكريم الذي الذي خلقك خلقك فسواك فسواك فعدلك فعدلك في في أي أي صورة صورة ما ما شاء شاء ركبك. ركبك. كلا كلا بل بل تكذبون تكذبون بالدين. بالدين. وإن وإن عليكم عليكم لحافظين، لحافظين، كراما كراما كاتبين كاتبين يعلمون يعلمون ما ما تفعلون. تفعلون. إن إن الأبرار الأبرار لفي لفي نعيم، نعيم، وإن وإن الفجار الفجار لفي لفي جحيم، جحيم، يصلونها يصلونها يوم يوم الدين، الدين، وما وما هم هم عنها عنها بغائبين. بغائبين. وما وما أدراك أدراك ما ما يوم يوم الدين، الدين، ثم ثم ما ما أدراك أدراك ما ما يوم يوم الدين. الدين. يوم يوم لا لا تملك تملك نفس نفس لنفس لنفس شيئا، شيئا، والأمر والأمر يومئذ يومئذ لله. لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أن إنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. صدق صدق العظيم. الله العظيم. استعاذة بالله من كل شيطان، وبسملة بالرحيم الرحمن، وحمدا للواحد الديان، والصلاة والسلام على سيدي ولد عدنان سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. ونحن اليوم على موعد مع سورة المطففين، وهي آخر سورة نزلت بمكة المكرمة. مكية، آخر آخر سورة سورة مكية. نزلت بمكة المكرمة. 36 آية. العجيب إن ربنا سبحانه وتعالى ما افتتحش سورة بالويل اللي هو التهديد والوعيد، وقيل أنه واد في جهنم تستغيث منه جهنم كل يوم 70 مرة. ويل ده. ويل. فتخيلي حضرتك لما جهنم تستغيث من جزء في جهنم. يا ساتر يا رب. ربنا سبحانه وتعالى ما افتتحش القرآن بكلمة ويل ويل. إلا في موضعين، وكلاهما يتعلق بحقوق الإنسان، وكلاهما يتعلق إما بالمعاملة مع الناس أو بأعراض الناس. صورتين بس. ايه بقى أول صورة اللي احنا بنقراها؟ فيها ويل ويل للمطففين. للمطففين. مين بقى المطففين؟ حاضر. الصورة التانية ويل لكل لكل همزة همزة لمزة. لمزة. وخدي بالك قبل ما نوصل للهمزة واللمزة، علشان الناس دايما الحمد لله أنا لا بتهمز ولا بتلمز ولا بجيب في سيرة حد. الهمزة واللمزة يا ستي دعاء مش معناها تجيبي في سيرتي أو لا. ما الهمزة واللمزة من معانيها، ركزي في الكلام ده كويس قوي، ان انا اكون بتكلم مع حد وانت تغمزي. يا دي النيله. ده ناس كتير بتعمل كده. يعني ايه معايا؟ يعني ايه تغمز؟ تغمزي تتريق عليه.
غمزة كده بس، ايوه يعني يمكن ايا بتلبس في كانت مع، نظرها لا ايا اسمعي. ايا كان المعنى، انت بتتغمزي عليا. دي سيدنا النبي بعد ما تصلي عليه عليه الصلاة صلى الله والسلام. عليه وسلم، عشان انت نيلت الحلقة نعدلها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه يعني ايوه يا دي النيله، انه ناس كتير بتعملها. صلي على عليه النبي صلى افضل الله عليه الصلاه وسلم. والسلام، اللهم صل وسلم وبارك عد على النبي محمد صلى وعلى اله. الله عليه وسلم هذه الفعلة من جملة الخيانة، يا دي الخيبه. فقال: ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين. قال الكلام ده إمتى؟ لما واحد هجا النبي، شتم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له القصيدة المشهورة: نبئت أن أبا قابوس أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. فالنبي عفى عنه صلى الله عليه عليه وسلم. الصلاة فبعد والسلام. ما مشي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة: أنتم مش عارفين إن أنا ده كنت مأهدر دمه؟ قالوا له: كنا عارفين، ما قتلتوش ليه؟ قالوا: انتظرناك أن تومئ لنا بعينك، تغمز لنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين. يعني دي اسمها خائنة الأعين؟ اسمها خائنة الأعين. صليت هي على دي جت الحبيب. في القرآن خائنة، يعلم جت فين؟ خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق. خائنة الأعين دي يعني حد يغمز لحد خلاص إنه كده. يعمل حاجة. بس تغمزي بقى ان انا راجل هجاص، ان انا راجل كذاب، ان انا راجل مطبراتي، ان هوده نفضله اللي انت عايزه اقوليه. أيوة بس خلاص ساعات بتبقى النية كويسة في الغمزة دي. يبقى انما عدي الاعمال عدي بن... عدي. لا ما هو عدي عدي ليه؟ يعني واحدة بتتخانق مع جوزها وجوزها قال كلمة فهتروح تمسك فيه، دي فأمها تغمز للخير، لها دي كده. للخير، دي دي للخير، خير، دي دي مش خير. خائنة لا الأعين. مش اخانه إنما إيه، اعين. خلاص بصي اسمعي الكلام ده، خلاص اتحكي كده. حاجة كده ده خد حرام، التانية، خدوا بالكم. خد التانية: وماشي خدتها. أن تجدي إنسانا أعمى لا يراك. فخلاص بقى، أنت لو عديتي عليا وما قلتيش السلام عليكم، والله لو أنت متنكة قراءة، أنا متنك 24، ما أنا معبرك تاني، خلي بالك. لكن سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: ترك السلام على الضرير خيانة. خدي بالك، الست دعاء ربنا هديها النهارده وساكته، عايزه تقول لي ايه اللي دخل كل ده في المطففين؟ انت باي حاجه وخلاص لا. بتخلص الحاله؟ لا، القضيه اللي احنا مش قادرين نفهمها منك لله يا شريف، ما قلت لك هبقى رسول من قبل الحلقه. القضيه اللي احنا مش قادرين نفهمها ان القران الكريم لما يجيب لفظ، دور في اللفظ وما حول اللفظ وما يتعلق باللفظ. ايوه. خدي بالك ليه؟ فلما يقول ويل للمطففين، خدي بالك الراجل سيدي الخواص رضوان الله عليه وارضاه كان بيبيع زيت، فراحت تشتري منه رابعة العدوية، او قيل ان احدى غلمان رابعة العدوية كان بيشتري منه، بتشتري منه. فلقيت حاجة عجيبة قوي، لقيت ان الراجل ده بعد ما بيخلص بيمسح ويعصر البطانة اللي هي بيعمل بيها الزيت قوي ورعا. فعادت تلك الجارية او ذاك الغلام الى رابعة العدوية حكت له. وحكت لها ما حدث. فقالت: عودي له وقولي له وماذا تقول لربك في الزيت الذي بين الظفر واللحم. فترك المهنة وراح يشتغل خواص خوفا من الله سبحانه وتعالى. أحد الصالحين جاء لولده في المنام قال: يا أبتي كيف حاسبك ربك؟ قال: يا ولدي عاتبني في أمر لم أكن أعد له حسابا. قال له: عاتبك في إيه؟ في صلاة ولا في صوم ولا في زكاة؟ عاتبك في ايه؟ قال له: عاتبني انني كنت ازن للناس ولا امسح الكفة بين الوزنتين. ده شيء مرعب. طبعا. يعني المطففين دول اللي طبعا. بيغشوا في الميزان، يعني المعنى مش اللي بتاعها، بيغش، امال ايه؟ اللي بينقص اللي بينقص في في الميزان. الميزان، مش الميزان بس، في أي حق يتعلق ببني الإنسان. المطفف
هو الذي لا يستطيع أن يتجرد من خصومته حال الشهادة. يعني أنا ما بحبش دعاء فاروق، لا، وبيني وبينها حاجات كتير قوي، فيجي حد يقابلني أخبار دعاء فاروق إيه؟ هنا يظهر إيماني وورعي من عدم الإيمان والورع. إذا كنت أنا أهلي إيمان وورع، أجنب المشاحنات وأجنب نفسي وأشهد لها شهادة حق أمام الله سبحانه وتعالى بما لها وما عليه. المطفف اللي ينقص الناس حقهم، هو الموضوع انت فاكراه موضوع سهل؟ لا، الموضوع مش سهل. ده ربنا سبحانه وتعالى لما يرسل النبي لقوم علشان خاطر القضية دي، مين؟ تخيل سيدنا شعيب راح لمدين، لأهل مدين، عشان إيه؟ عشان حاجات معينة. بعد عبودوا الله قال لهم عندكم حاجتين، ها، الكيل والميزان، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وبعدين العجيب إنه عطف على الاتنين دول، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولا تعثوا في الأرض إيه؟ مفسدين. فتخيل كده، ويل للمطففين. من المطفف؟ الذي يبخس الناس حقهم، الذي إذا اشترى أرخص، وإذا باع غالى. من المطفف؟ الذي ينتظر المعذور ليقسم ظهره ويأخذ حاجته. من المطفف؟ الذي لا ينصف الناس من نفسه. الله يرضى عن أبو حنيفة. أبو حنيفة رضوان الله عليه وأرضاه كان تاجر قماش، فقال للصبي بتاعه عبال مد الدرس، يا ابني واجي هتبيع المحل، بس التوب ده ما يتباعش علشان في عيب، اوعى. وسيدنا النبي قال من غشنا فليس منا. طيب، فراح يدي الدرس، طول حبتين، ربنا فرج هنا فرج واسع. جه واحد خد المحل باللي فيه، بالقماش، بالقماش، القماش كله، وكسب الغلام مكسب ما يكسبوش ابو حنيفه. فجه قال يا ولد، اين القماش؟ قال بعته باكمله. قال اين الثوب؟ قال بينت له العيب ورضي واشترى. قال يا فتى، ألم أخبرك بألا تبيع؟ قال يا سيدي، بينت له العيب واشتراه. قال أشهدك أني لا أثق في هذا الكلام، ولذا فكل المال في سبيل الله. تخيلي، صعب الكلام ده، صعب صعب صعب. أبو حنيفة رضوان الله عليه وأرضاه كان بيقعد للدرس، ما كان يقعد للدرس، فكان ساعات يتلعثم. كان ايه؟ يتلعثم، يعني ايه تلعثم؟ يتلخبط، كلمه تقف، لا كلمه تقف تحت لسانه كده. فكان بيحكي لتلامذته، بيقول لهم ايه بقى؟ في ويل للمطففين، احنا لسه ما خرجناش. بيقول لهم ان ابوه لما امه ولدته، دخلت جاريه جارهم فالصقت الامام ابو حنيفه ببطنها وارضعته. فدخل ابوه على الحاله دي، فمسك الولد اللي هو ابو حنيفه ووضع اصبعه في فيه ليتقيأ اللبن، حتى كادت روحه ان تخرج، فتصرخ ام ابو حنيفه ولدي. فقال وما يدرينا، اذا كان جارنا يطعم جاريته من حلال او من حرام، احنا ايش ضرانا؟ فابو حنيفه اعزكم الله لما كان يتلعثم في الكلمة وهو في الدرس، يقول ايه بقى لتلامذته؟ لعل هذا اثر البقية الباقية في جوفي من لبن الجارية. يا سلام، شوف الورع قد ايه. امال انت فاكرة ايه؟ ما علشان كده الناس اللي بتشكو عدم خشوع في الصلاة، الناس اللي بتشكو ان هي ما بتحسش بالعبادة، لان انت مش مستشعر الله اكبر. ما انت لسه اكبر، انت ما شعرتش يعني الله اكبر. يعني المطففين دي ممكن تشمل المدير مثلا اللي لسه كانت واحده بعتالي بتقول لي المدير بيرمي الحاجه في وشي وبيشتمنا وبيهزقنا، قالت لي ما استحملش تشفوق طاقتي كل ده، حسيت بظلم باين فاستقلت وانا دلوقتي من غير شغل. فالراجل اللي هو بيتجبر مثلا على كده، هل ده من المطففين اللي هو بيظلم وبيبخس الناس حقهم؟ ومن جملة المطففين، خدي بالك ده مش كلامي، ده كلام العلماء، من نقل موظفا بغير حق
ومن أساء لإنسان تحت سلطته، ومن أخر راتب عامل عنده حتى يجف عرقه. شوفي بقى قد إيه، أحكي لك حكاية في عجالة تاخديها. حكايتك النهاردة أنا كنت وأنا طالب وأذكر ذلك، ولو أن أستاذي يشاهدني سيتذكر تلك الواقعة، لا سيما وقد ذكرته بها في إحدى المؤتمرات مؤخرا. قابلني أستاذي فانحنيت على يده مقبلا، وكان معي بعض زملائي، وكنت بإصرار أن أنحني على قدمه أقبلها. فزمايلي اللي معايا طبعا هم استغربوا أن أنا قلعت العمة وبست إيده وعايز أنزل على رجله أبوسها. فاشمعنى يعني احنا نبوس ايد مشايخنا؟ لكن رجله دي يعني وسعتها شويه، ايوه بتطبل، بلاش تطبيل، اوفر قوي. فقلت للراجل، قلت لهم هذا الرجل لهم عندي موقف لا انساه طيله حياتي. انا كنت في الصف الرابع، عنفوان الشباب في الكليه، كنت رئيس اتحاد الطلاب، وكان لي مع اساتذتي صولات وجولات، كنت مصيب في القليل منها ومخطئ في الكثير منها. المهم يعني رتب أمر لي أن يتم في امتحان القرآن الكريم الشفهي مكيدة تودي بذاك التقدير الذي أفتخر به. مكيدة ازاي؟ مكيدة هخش أسقط، همتحن هسقط. فدخلت على ذلك الأستاذ الذي أتشرف أن أذكر اسمه، وأستاذنا الدكتور بكر زكي عوض، الذي تولى عمادة أصول الدين، وأطال الله عمره وأحسن عمله. فامتحنني قرابة الساعتين، وبعدين قال لي كلمتين عمر ما انساه. قال يا محمد، نجاحك هيزعل مني ناس كتير قوي، ولكن يا ولدي أنا الآن قاضي، أقضي بالحق بغض النظر عنك. وأنا يا ابني وطنت نفسي، أنا إن عشت فلن أعدم قوتا، وإن مت فلن أعدم قبرا، عزتي عز الملوك ونفسي ترى المذلة كفرة. قم يا محمد ومبروك عليك 50 من 50 في القرآن الكريم. فقمت ماشي متغندر، ولازلت أحمل الرجل هذا الجميل على رأسي. أنت كنت متعب للناس التانية على رأسي، فضلت الشيخ على رأسي، كنت تعبهم، ولو كان غيره ولو كان غيره لا تبع هواه. لكن الرجل لا يدري أنني أخذت منه درسا طيلة حياتي. مهما كانت الشحناء أو البغضاء مع أحد، أتذكر هذا الموقف وأقيم العدل. والرجل نبهني بفعله إلى ملمح قرآني، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لذلك أنا ما بكون في أي مكان ولاقي واحد صغير زي حالتنا وعنده عامل أكبر منه، فيا فلان أقول له حاسب، أقول له يا عم فلان أنت تنادي عليه بوظيفتك، تجرده يبقى بسلطان نفسك، يبقى أنت داخل في ويل للمطففين. يوم القيامة سيحاسبك ربك سبحانه وتعالى عن هذا. طيب العمل ماشي، هاخد نوها بقالها كتير، معلش يا نوها أخرناكي. لا تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. لا سمحتك، كنت عايزة أسأل بس الشيخ محمد، هو دلوقتي أنا لو في خروف وفي نيتي إن أنا طلبت، هل يجوز إن أنا أخد منه يعني مش كمية يعني كيلو اتنين أو حاجة كده؟ أنت هتطلعيني يا نوها؟ لله سبحانه وتعالى. طيب نادر؟ طيب لا لا مش نادر. طيب. يعني كده. طيب طيب حاضر. انا ما سمعتش اول حاجه. انا سمعت اللي هي ايه؟ انا سمعت. قول لي عشان ابقى معاك. وده سؤال مهم جدا لكل الناس، اللي هو ايه بقى؟ ان حضرتك تندري خروف لله سبحانه وتعالى. عايزه تطلع خروف لله. او تقولي هتصدق ببقره، او هتصدق باي شيء، هل يجوز ان انا اخد منه؟ الجواب نعم. حتى لو نذر يا عم الشيخ، حتى لو نذر. لان النذر الوفاء به في تنفيذ الشيء بعينه. يعني ايه الكلام ده؟ انا قلت اذبح خروف، يبقى اول ما الخروف اتذبح خلاص كده النذر اتوفى، اديته بقى لاهلي، وزعته لله سبحانه وتعالى.
اديته لجيراني، اديته لاصحابي، دي قضيه تانية تتعلق بالاعطاء وبالبخل في الكرم وفي الفضل وفي العدل وفي الاحسان. دي قضايا تانية. أيوة. ماذا بقي منها يا عائشه؟ قالت يا رسول الله نفقت كلها او وزعت كلها الا الذراع، فقال عليه الصلاة والسلام بل بقيت كلها إلا الزراع. عائشة تتحدث عما خرج من بيتها، ورسول الله يتحدث عن الباقي عند ربي. وما عند الله خير وأبقى. الحاجة الوحيدة اللي ما يجوز ان احنا ناخد منها الكفارة. الكفارة اطعام عشرة مساكين، ألم الثمن عيال وانا وجوزي واكل. لا، وإن كان في رأي للفقراء قوي، للفقراء قوي اللي هو أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم لستنا خولة بنت ثعلبة في قضية الظهار، بس قال لها جوزك لا، اللي حلف اليمين لا، اللي حلف اليمين لا، يبقى الأمر جائز ولا شيء فيه. نرجع وين للمطففين؟ قال الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. يستوفون يعني إيه؟ يعني بياخد حقه هو كاملا غير منقوص، وحينما يعطي حقوق الناس ينقص حقوق الناس ويبخس الناس أشياءهم. ولذلك خليني أخذ الحاج غزال. طيب يا سيدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل عام وأنتم بخير. وحضرتك طيب. السلام. لو سمحت، أنا والدي متوفي مدام دعاء، وكان رمضان الأخراني اللي هو كان مريض سيدي، وكان بغسل كلى. كان عنده 82 سنة، فأنا كنت يعني بخبي عليه إن إحنا في رمضان وكده، وأكله وأقول له ده المغرب يدن، أجي الظهر وأقول له ده الفجر يدن، قوم عشان أصحرك. فأنا شلت حرمانية في كده. وهو كان الدكتور كاتب له إنه يفطر؟ لا، هو كان تعب بقى، وكان لازم الفراش سنه وكده، وما كانش عارف بقى احنا في رمضان او مش في رمضان. بس ما كانش بيرضى يفطر وما بيقدرش يصوم اساسا. كان بيجي العصر بقى والاقيه تعب خالص، هو يوم واحد اللي صام. يجي الاذان العصر. كان فوق ال 80 بتقولي؟ كان فوق ال 80؟ عنده 82 سنه. طيب ماشي. حاضر. هي كانت، هو ما كانش دريان رمضان، ولو كان دريان وهي خبأت عنه نالت الاجر والثواب والبر. اجر انها تاكله وتفطره في رمضان. يعني ده له اجر. احنا عندنا في الاسلام حاجه اسمها، معلش بس انتوا مش واخدين بالكم، يعني عندنا حاجه حلوة اسمها ولا وحش؟ الإسلام ايه اسمها؟ معلش. معلش حلوه ولا وحش؟ حلوه مش وحش، دي جميله. دي عسل. يعني ايه معلش؟ معلش الاسلام قالها لنا فين؟ قال لما انا اجي داخل في اي بيت ما ينفعش اخش على واحده قاعده بنص كم او بشعرها. ممنوع. طب لو انا داخل بقى عند واحده عندها 80 سنه. فقال ايه؟ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح. خلاص اهو، معلش معلش. طب انا هقول لحضرتك حاجه. فضل. في ناس بتستخدم الايه دي مثلا تبقى في الخمسين. لا، وحلوه وصغيره ورايحه وجايه. خالص. وتقول لك انا قواعد وانا لا ارجو نكاح. لا، لا ارجو خالص. يعني انا مش هتجوز تاني. لا 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 لا. هي بتقول يعني في لا. ناس بيستخدم التي لا يرجون نكاحا، اي التي لا ينظر الى مثلها عاده، مش اللي هي عاوزه. لا لا او مش عاوزه. لا لا خالص خالص خالص. ولذلك لما تيجي حضرتك تسلمي عليها، والحمد لله ان انت ما بتسلميش، ما سلمش خالص. انما تعالي بقى، كنت في الحج وبعدين رحت لامهاتنا الجمال اللي كانوا بياخدوكوا بالحضن في الاقتصادي، فبتسلم علي وتمن بوسات من هنا وتمن بوسات من هنا، وزغرتت وقالت انا شفت النبي صلى الله عليه وسلم. خدي بالك، فهي ست يعني انا واثق ان هي في سن جدتي. يبقى هنا معلش. لكن هل أجد أن الإسلام لا أسلم على النساء؟ لا، أتيت السنة من باب غير بابها. روح نفذ السنة دي مع دعاء فاروق، مع رانيا، مع منى، نفذ مع سمر، نفذ السنة. إنما ست كبيرة في السن وتاخدك في الحضن. لا، أجبر خاطرها. أجبر خاطرها. يعني لا أريد أن أقول أن عندي أساتذتي الآن مما كانوا يدرسون لي في الابتدائي يقابلونني، يعني أنا أعرفهم من النقاب، فيحتضنونني في الشارع وربما أكون معمما. يعني فذا كبر. فالبنت الجميلة دي ليس عليها ذنب.
وليس عليه اسم. وبالمناسبة أنا بعمل اللي هي بتعمله، بس التلفزيون الله يساعده ويسهل له يعني، أنا أعمله. لكن يا محمد بكرة رمضان، ورمضان فين؟ رمضان فاضل له 20 يوم، الله يدينا ويديك العمر والصحة، عالم مين فينا يدركه؟ يا جدع ده بيقولوا النهارده 3 رمضان. اقول له يا جماعه حد بيصدق اهل الاعلام يا اخي؟ انت عارف الاعلاميين حد يصدقهم؟ ده حد اقول له يعني. كده والله، اقول له يابا حد يصدق الاعلاميين؟ بالله عليك، ما ممكن تخرج تقول لك النهارده 7 رمضان وافطر، خلي بالك. ما لا 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 الكلام ده، وفين؟ يعدي اسبوع، يعدي اسبوعين، هو لازم يفطر. طبعا طبعا. لكن الراجل او الناس اللي تعودت على الصيام، ودي رساله انا بوجهها، لان احنا في شهر ربنا بيقول فلا تظلموا فيهن انفسكم. عار لما الاقي ولد شاب قادر يهد المدينه بحاله، مدينه الانتاج، ويبنيها واقف بالسجاره جهارا نهارا، وتلاقي الراجل الكبير اللي هو مريض الكلى ولا مريض الكبد ولا طاعن السن يقول لك لا ما افطرش. القى ربنا ازاي؟ الله يرضى عن ستنا السيده نفيسه رضوان الله عليها وارضاها، لما حفرت قبرها صحيح وصامت لربها، فجاء الطبيب واوصى ان تفطر، فكانت قولتها المشهورة: بعدوا عني طبيبي ودعوني مع حبيبي، كم كنت أتمنى اللقاء وأنا صائمة، أفحينما حان اللقاء أفطر؟ لا والله. وظلت تقرأ إلى أن وصلت في سورة الأنعام إلى قول الله عز وجل: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون، ففاضت روحها إلى ربها صائمة قارئة للقرآن. سيدنا عثمان بن عفان رضوان الله عليه وأرضاه لما ذبح وكان يقرأ في المصحف كان صائما، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة وقال له إيه؟ يا عثمان إنك ستفطر عندنا غدا يا عثمان، إن شئت حماية حميناك وإن شئت أفطرت عندنا يا عثمان، قال بل أفطر عندكم يا رسول الله. سيدنا الحسين رضوان الله عليه وأرضاه بلغ أخته السيدة زينب رضوان الله على آل البيت الأطهار كلهم، قال لها أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لي يا حسين إنك عما قليل ستكون عندنا تأكل معنا. قالت أي؟ قال أختاه، وهل يسأل عن العندية إذا كان قائلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فده أمر طيب. لكن أرجع بيك تاني في ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس إيه؟ يستوفون. خلي بالك، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وبعدين الكلام إيه؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ يعني إيه؟ هو اللي بيعمل كده ما عندوش عقيدة إنه يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، البعث بعد الوفاة. خد بالك، وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيربط كل عبادة بالمعاملة. من شوية قلت لك إيه؟ المطفف مش عارف يعني إيه الله أكبر، ما ملقتش قلبه. إنها لو ملقت قلبه كان عرف إن هو عبد، كان عرف إن هو لازم يهزم شهوات نفسه. كان فهم حديث ربنا القدسي: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي. خد بالك، فلازم النفس تشرق بنور الطاعة حتى تظهر معالم الطاعة على الإنسان. علشان كده ربنا بيقول إيه؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هتقول لربنا إيه سبحانه وتعالى؟ هذا الشيء. وخدي بالك بقى، أنا عايز أقول لك حاجة بسيطة قوي. أنت عارفة ربنا يوم القيامة هيحاسبنا إزاي؟ إزاي؟ عارفة شعرة العين دي بتاعت الجفن؟ وإحنا صغيرين كمان الرمش. كنا نشدها كده. ففي حته بيضة فوقيها كده. تخيلي الجدر بتاع ان ربنا هيحاسبك باقل من دي. طب بلاش دي، هي دي الذره، مثقال ذره. لا، مثقال ذره اقل من دي. اقل من دي. ده خدي بالك، مش ربنا هيحاسبك بالفتيل والقطمير؟ معرفش. الفتيل والقطمير. الفتيل والقطمير. القطمير ده عارفه البلحه؟ النوايا. لما تقشريها. يرحمكم الله. عارفه النوايا لما تقشريها كده وتشيل البتاع اللي في النص؟ في غشاء رقيق تحتيها كده. ذاك حساب الله به. طيب. فماذا انت قائل لله؟ نطلع فاصل ونرجع نكمل قصه الفتيل والقطمير.
اهلا بكم مشاهدينا مره تانية. ويعني احنا كنا متخيلين انه مثقال ذره ده اقل شيء وربنا يحاسبنا عليه، لكن طلع اقل من اقل من اقل منه. والمطففين او الميزان هل ممكن يتحسب بالشعرايه دي؟ سيحاسب الانسان يوم القيامه بالهواء الخارج من صدره في حق أبيه وأمه. الأف. سيحاسب بتعبيرات وجهه. وأنا بدأت الحلقة وقلت لك ما كان لنبي أن تكون له إيه؟ خائنة أعين. سيعاقب ويحاسب على حرمان جبر الخاطر. علشان كده أقول لك على حاجة. مشكلة الناس يا ست دعاء في عجالة شديدة أوي. هو خايف من الذنب عشان ما يحصلش مرض في عياله ولا مصيبة في ماله ولا أزمة في حياته. عارفة إن في عقوبة عجيبة قوي لو تأملنا فيها، هنلاقي عقوبة شديدة قوي اسمها عقوبة الحرمان. حرمان من ما سألتيش نفسك كم مرة حضرتك ضاعت عليك صلاة الفجر؟ كم مرة سمعتي عن فضل قيام الليل وما عملتيش؟ طب كم سنة كانوا بيكلموك عن سورة ياسين وما قريتيش؟ طب كم سنة كلموك على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما عملتيش؟ هي دي عقوبة الحرمان؟ ده اسمها عقوبة الحرمان. أغلق في وجهك باب الطاعة. حرمانا لك بمعصيتك، حرمك بمعصيتك. ولذلك أهل الصلاح كانوا يقولوا إيه؟ إنا لننتظر عقوبة الذنب عاما مخافة أن يأتينا. معنى كده بيعمل ذنب ويستنى سنة، مستني العقوبة هتيجي إمتى. فمعنى كده إنه قعد سنة ما عملش إيه؟ ذنب. خلي بالك كده. وإنا لنجد عقوبته في الحرمان، فإما أن ننام عن جماعة، وإما أن نحرم من فضل ذكر، وإما ألا نوفق للاستغفار، وإما أن يقيد ألسنتنا من الدعاء. ولذلك حتى لما بيجيني حد يقول لي يا عم الشيخ أنا بدعي ربنا لكن الإجابة متأخرة، أقول له استنى، حد ذات أن الله سبحانه وتعالى أطلق لسانك بالطلب والدعاء فذاك فضل، وتلك منة، وتلك نعمة لا تدركها إلا إذا حرمتها. خدي بالك، ما نبص في حياتنا. مش كان نفسنا نقعد في البيت ونرتاح؟ ونفسنا كده يعني نصحى يوم جمعه كده، احنا المشايخ كنا نقول كده والله. مفيش يوم جمعه كده نصحى زينا زي الناس قاعدين، ولا خطبه ولا مسؤوليه ولا 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 ولا. فاغلقت المساجد ومنع النزول للشوارع، فصرنا نستنشق الروتين اليومي ونحسبه نعمه. شوفي كده لما اعلنت وزاره الاوقاف ان عندنا صلاه التراويح السنه دي، شوفي الناس البهجه اللي فيها والاستبشار اللي فيها، واللي يقول لك سجدنا لله شكرا والحمد لله سنعود للمساجد. سبحان الله. طب ما احنا كل سنه كنا بنصلي التراويح ونسيبها عشان المسلسل، ينفع نسيبه عشان المسلسل؟ علشان مش عارف في ايه، علشان اروح مع اصحابي اتسحر فين؟ خلي بالك، ففي نعم كتيره قبل يوم القيامه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين. وبعد كده يتكلم ايه؟ كلا ان كتاب الفجار لفي سجين. ما اتكلمش على الابرار خالص، وكان ربنا خالص. خلي بالك لسه الابرار في الاخر خالص. لكن كل الكلام في سوره المطففين عن حقوق عباد، ابتداها بحقوق عباد، لا وهينهيها بحقوق عباد. عشان انت زعلانه من اللمز والهمز. طب اسمعي بقى اخر مقطع في سوره المطففين ونقفل الحلقه. اخر مقطع ربنا بيقول ايه؟ اسمعي كده. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. كل واحدة سمعاني
لما تشوف مرات ابنها بتصلي يا ست الشيخة خدينا على جناحك بدعنا، لما انت تشوف مراتك بتصلي يا سلام ونسيت البلاوي اللي بتعمليها. ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعينوا الشيطان على صاحبكم. انت تبقى شيطان لما تفكرني بالماضي المؤلم ليا بالذنب، فكرني بالطاعة. شوفي بقى، واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. شوف العقاب، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، لكن الضحك هم في النار والتانيين على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ فابتدأت واختتمت بحقوق العباد. وبينهما حديث عن الفجار والأبرار وعاقبة هؤلاء ومصير هؤلاء. وهذا ما نرجئه إلى الحلقة القادمة بإذن الله، في العمر بقية إن شاء الله. نورتني يا فضلت الشيخ. أما أنت ما رحبتش بيها في الأول، بقالك ثلاث أربع حلقات. أنا بندخل بالقرآن ده أحلى ترحيب في العالم. أنار الله وجهك بالإيمان وقلبك بالسعادة والاطمئنان، ورزقني وإياك والمشاهدين زيارة النبي العدنان. آمين يا رب العالمين. شكرا فضلت الشيخ محمد أبو بكر. فاصل قصير ونعود. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية في سورة الأنعام. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. الحقيقة أنها كلها آيات تحث على الخير والعمل الصالح، هيشرحها لنا وهنسمع تفسيرها من فضيلة الشيخ مصطفى فتح الله المتحدث الرسمي باسم جمعية البير والطاقة المصرية. ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير حال، فضل من الله ونعمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السورة سورة الأنعام، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل وخلفه 120,000 من الملائكة يتنزل بسورة الأنعام. سورة كلها خير، فيها وصف للدنيا وحسن وصف للآخرة. الناس كتير قوي قوي بتتمنى في الدنيا ان يكون عندهم حديقة علشان يتبعوا الثمار بتاعتها لو حبوا يزرعوا اي حاجة. فربنا سبحانه وتعالى ادانا القصة من الاول، فقال ان تبدأ السماوات تنزل الأمطار أو يبدأ الري في الأرض فتخرج نبات كل شيء. ربنا وصف لنا النبات، ويلا نبص على النبات وهو لسه الأول، بعد كده يبدأ يثمر، بس قبل الإثمار بيكون الإخضرار اللون الطيب الجميل. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن ينظر إلى الخضرة وإلى جريان الماء صلى الله عليه وسلم. بعد كده بيبدأ ربنا يقول لنا كمان في حاجة، الموضوع مش موضوع أرض وموضوع كمان مطرة بتنزل، لا ده في نبات بيخرج. النبات ده ممكن يكون نخل، ممكن يكون نخل عالي أو الناس تطلع له، وكمان نخل قطوفه دانية. نجد أنه هناك من هو من يدنو لك ويأتيك. إمتى النخل بيأتي؟ دايما الناس يقولوا إيه، لما احنا بناكل المانجا والمانجا تنتهي يقولون خلاص احنا دلوقتي هنبدأ نقطف ثمار او نقطف التمر او البلح. فكل حاجة لها وقت وكل حاجة لها زمن. ربنا سبحانه وتعالى كمان ادانا اشارة تانية في هذه الآية، ان انا ممكن ازرع لك كمان نفس ورقة الشجرة دي لشجرة تانية، ولكن الثمر يأتي بشكل مختلف. فجي ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن الزيتون وتكلم عن الرمان، الاثنين في بداية الزراعة نفس حجم وشكل ورقة الرمان هي نفسها بالضبط الزيتون. وبعد أن يكبر الزيتون ويكبر الرمان، ده يطلع رمان وده يطلع زيتون. كل ده برضو اختلاف تاني. ربنا بيقول يا جماعة انظروا إلى جمال الخالق في هذا المنظر أو في هذا الشيء. طيب يا من زرعت وأتيت بمال لتزرع، أو أعطيت للناس مال حتى يزرعوا فيطعم هؤلاء، ما تيجي ده أقول لك أنت إن شاء الله هيكون مقامك إيه عند ربنا يوم القيامة. زرعت نخلة في الدنيا هيتزرع لك نخلة في الآخرة، زرعت كذا في الدنيا كذا. طب ما الفرق بقى أو إيه المفاجأة؟ إن هناك يوم القيامة طول السنة في نخل،
طول السنة في تفاح، طول السنة في رمان، طول السنة في أعناب. الظل ظليل لكل ثمار الجنة يوم القيامة. أنا عايز أقول لحضرتك، ثمار الجنة وتربة الجنة لمن أطعم في الدنيا، ماذا سيكون حاله في الآخرة يوم القيامة في الجنة؟ مش ممكن تدخل النار وانت حاجز في الجنة، خلاص لا يجتمع الأموين على بعض، لا، إن شاء الله حينما تخلص لله وتنفق لله وتعمل زرع لله، انت هتحس بجماله في الدنيا، وسترى هذه الثمار لما نيجي نشرح إن شاء الله الجنة وما فيها من ثمار هتكون عاملة ازاي. ربنا سبحانه وتعالى يعني دايما يعني الأمثلة بتاعت الجنان وبتاعت الزرع يعني بيقرب لنا الصورة بأشياء احنا عايشين برضو في قلبها وفسطها ومحببة إلى قلوب الناس. يعني مثلا هنا المزرعة وشغل إنه يعني الزيتون والرمان وكل الحاجات الخيرات دي يمكن موجودة هنا في المزرعة اللي عاملاها جماعة البر والتقوى المصرية. أنا عايز أقول لحضرتك كمان ده الأجمل، إن الجنة، ما معنى الجنة؟ الغطاء. تخيلي حضرتك إن جنتنا في الدنيا دائما مظللة بالفواكه، مظللة بالأشجار، مفيش حر، مفيش برودة، مفيش حاجة، ظلال وأكلها دائم وظلها، ده ربنا اللي قال سبحانه وتعالى. فأنا عايز أقول بعد كل ده انت بتبقى في مكان جميل ولطيف قوي، اجمل ما في الدنيا، تجد فيه ثمار وخضره. ربنا سبحانه وتعالى قال واتوا به متشابها. اللي انت شايفه في الدنيا متشابه للاخره، ولكن حينما يقول لك فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مش على عقل، لا على قلب. الله. لان هناك في القلوب ما يرى أكثر مما تراه العين. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن نور العين يقل أو يضعف أمام نور القلب. فإحنا هنا بنشوف الحدائق ما شاء الله أكثر من 50 فدان. حضرتك بتحط ثمار علشان تحجز ثمار. أنت بتحط فلوس في البنك علشان تاخذ العائد، تعال بقى حط في بنك الرحمن وشوف العائد، كل على قدره، كل على قدره. هنا الأسماك بتتضاعف في الخير. وأنا عايز أقول لحضرتك حاجة، يعني ودي من الحاجات الجميلة قوي، إن إحنا المزرعة دي فيها شيء عجيب. إحنا ممكن واحد يكون عنده مزرعة، زي مثلا في قصة سورة نون والقلم، وعندنا الثلاثة أصحاب الحديقة اللي عملوا كذا، وأبوهم كان بيعمل، أبوهم كان بتزيد المزرعة لأن كان بيعمل تلت لي وتلت للزكاة وتلت لأن هو يجيب يعني حاجة لا، هناك بقى المزرعة دي فيها حاجة عجيبة. المزرعة دي ما فيش حد هياخد ويدي جزء منها للفقراء ويحط مع نفسه جزء، لا، دي كل واحد زرع فيها وحط فيها بيجتمع 55 أو 60 فدان وتخرج كلها لله. الأرض أرض الله، والمال مال الله، والفقراء عيال الله. إذن يبقى تكون الهدية من رب العالمين، وأقسم لك أن هذه الثمار في هذه الأرض تتضاعف وليس ككل أرض، سبحان الله. وهذا دليل على إخلاص من يدفع في هذه الأرض، وعايز كل واحد وهو بيتبرع لهذه المزرعة يحط لنفسه، هيزرع نخلة قصادها نخلة في جنات الحق سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى، ده في أقل شيء، فبال حضرتك ناس بتتبرع علشان تملى الأرض الخير لهؤلاء الفقراء اللي يعود عليهم. المال بيعود على مين بعد ما تجمع ده كله؟ على الناس اللي بتزرع والناس الفقراء. دي فرصة للتكافل برضو الأسري وكفالة الأسر، لأنه فيها عمالة كبيرة وفيها ناس هتاكل منها وفيها وفي بيوت وفي نقل كبير وفي كذا، على ناس وفي ناس في الآخر يكفي أنهم لما يأكلوا من كل ثمرة كنت أنت سبب في إطعامهم. ناخد معاك الآية الكريمة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الناس ديت مش عايزين جزاء ولا شكور من الفقير، لا، ده هو بيدي من مال الله وبيحط عند ربنا، بيحط النفس هو. طب الناس دي عايزين إيه؟
طب وربنا هيكون ايه؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم لو يوم القيامة ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بقى سبحانه وتعالى. انا ما بصش اقول له يا رب هتديني ايه، لا سيب ربنا سبحانه وتعالى، ربنا عنده الخير العميم، عنده كل حاجة سبحانه وتعالى، لانه حبك وخلقك وصنعك وعمل لك سيدنا وخلق لك حضرة النبي وخلى سيد الخلق، وقال له يا رسول الله لو طرقوا علي كل باب ولو سلكوا إلي كل طريق ما قبلتهم يا محمد حتى يأتوا خلفك يا رسول الله. فاحنا سمعنا الكلام وعشنا وحبينا ربنا وربنا أكرمنا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، نتصدق ونزكي حتى يقين الله حر نار جهنم ويشفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجلس في جنة الخلد مع رسول الله حياة بلا موت، حياة بلا موت، يا أهل الجنة خلود بلا موت. جميل. طيب والشيء بالشيء يذكر، ف يعني لا يجوز ان الناس تعمل مزرعه بدون ماء. نعم. واصلا لا يوجد حياه بدون ماء. نعم. وبالتالي اهميه الحفر الابار واهميه انه الفلوس دايما على طول طول الوقت اي فلوس بيتم التبرع بيها بتخرج في يعني مصرف مهم من المصارف. نعم. يعني للصدقات وهي حفر الابار. شوفي حضرتك بدايه الايات، حضرتك وحضرتك بتتلو الايات، بتتلي الايات، عايز اقول ربنا سبحانه وتعالى يقول وهو الذي انزل من السماء ماء، بس انزل من السماء فاخرجنا، اخرجنا منها كل حاجة، نبات كل شيء، يبقى كل حاجة في الدنيا ربنا بدأها بقطرة الماء التي تنزل يشرب منها الناس، يشرب منها الحيوانات، يشرب منها الطيور، يشرب منها كل شيء. أنا عايز أقول لحضرتك إن في موقف حصل مع سيدنا سليمان. أنا عايز أقول لحضرتك هذا الموقف من المواقف اللي دايما نقولها علشان نقول للناس أنتوا قد إيه عندكم نعمة عظيمة جدا جدا بالنسبة للمية. كان يسير في الطريق سيدنا سليمان ومعاه الحاشية بتاعته من العلماء ومن الوزراء وكل حاجة، و ماشيين فبيبص على شجرة فلا أربع عصافير واقفين على الشجرة. فبيقول لهم أترون هم واقفين وتحت منهم في مية وتحت منهم بينزلوا يشربوا ويطلعوا يتكلموا مع بعض، فواحد بيقول للتاني أتدرون ماذا يقولون؟ سيدنا سليمان بيسأل الناس، قالوا الله ورسوله أعلم. فقال سيدنا سليمان يقول العصفور الأول يا ليت بني آدم ما خلقوا. فرد عليه العصفور الثاني قال يا ليتهم لما خلقوا علموا لما خلقوا. فرد الثالث قال يا ليتهم لما علموا لما خلقوا عملوا بما علموا. فرد العصفور الرابع قال يا ليتهم لما خلقوا وعلموا لما خلقوا وعملوا بما علموا أخلصوا فيما عملوا. يبقى عرفتي بقى فقه العصافير ايه؟ فقه العصافير خلق فعمل فعلم لما خلق وعمل فلما عمل أخلص فيما يعمل. فهو ربنا عايز مننا كده الإخلاص ده في أقل العمل. الكلمة دي للغني وللفقير، تصدق وأنفق وسترى هذا الإنفاق نتيجته. لذلك نقطة المية وقطرة المية اللي حضرتك بتحفر الأرض عشان توصلها للناس، بتسقي الناس، بتشرب الأرض، بتعمل نخل وشجر، وبتعمل خير يأكل منه عباد الله. وعايز أقول لك أن أنت بتعمل بير، فالبير ده بيتحط في مزرعة، المزرعة دي بتنبت وتربت. عايز أقول لك يبقى أنت كده برضو ساهمت في جنتك اللي هتكون يوم القيامة عند رب العالمين. جميل. وصلنا لكام من الآبار دلوقتي؟ احنا ما شاء الله كنا بادئين المبادرة ان احنا نصل الى 10,000 بير. وان شاء الله رب العالمين انا بقول ان احنا في دخلة ان شاء الله رمضان هنحاول نقول للناس كلها يلا بينا، عايزين نوصل لعشرين وثلاثين ألف بير، عايزين نملى الأرض خضرة وعايزين نزرع ونسقي الناس. واحنا ما ننساش طبعا احنا دلوقتي في شهر رجب وانتصف الشهر وانتهى وداخلين على ايام، وهي الايام كلها يعني الاسبوع القادم ان شاء الله او كمان حوالي 10 ايام بقى الليله الجميله ليله اسراء النبي صلى الله عليه وسلم وتكريمه في السماوات العلى عند رب العالمين. كل الصدقات ليها اجر وفضل وثواب، انما تظل سقيا الماء هي يعني من افضل الثوابات. نعم. يعني
هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه سيدنا سعد بن عبادة قال يا رسول الله ماتت أمي فما أفضل الصدقة؟ فقال النبي سقي الماء. إذن حينما يقول النبي سقي الماء وهو الصادق المصدوق فهي أفضل الصدقات، لأن هناك من يستفيد من سقي الماء من كل ما خلق الله. الأرض نفسها البور حينما تشرب بالماء أو تشرب بالماء بتبدأ تطقطق كده وتطلع الخير اللي جواها وتقول للناس أهو بدأ الخير يطلع بإذن ربي سبحانه وتعالى. تبدأ الناس تأكل، تبدأ الناس تشرب، تبدأ الناس لما تشبع تقول اللهم لك الحمد. فهنا أنا عايز أقول لحضرتك أفضل عباد الله، شوفي أحب عباد، بيسألوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من هم أحب عباد الله إلى الله؟ مين يا رسول الله؟ أحب الناس اللي ربنا بيحبهم مين هم؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من يحببون عباد الله في الله. تخيلي حضرتك واحد فقير نفسه يأكل، فأنت تكوني سبب في إطعامه، يبقى خليتيه يحب ربنا فيدعي ربنا سبحانه وتعالى وهو مطمئن آمن، فيبقى أنت حببتيه في ربنا بشكل غير مباشر. جبتي له بير مية بدل ما كان تعبان ومرهق وعرقان ومش قادر يجيب نقطة المية عشان مراته وولاده وبيته وأمه وأبوه الناس الكبار مش عارف يوصل لهم مية وهو فقير، فأنت جيتي وحتي حطاله قدام باب بيته فشغلتيه عن أنه هو يكون غضبان أو أنه هو يبقى زعلان من ربنا أو كذا أو كذا، فخلتيه يحمد ربنا. يبقى أنت حببتي في مين؟ في ربنا. فأنت من خيرة عباد الله إلى الله. لذلك أنا بقول الصدقة يا جماعة تخرج عن طيب خاطر فهي ذاهبة، مال هذا مال الله خارجة من عندك لله. كتير قوي قوي من الصدقات، وهنتكلم في حاجات تانية احنا بنقوم بيها بجانب أباي المية. عايزين نشوف دي قافلة خير اتجهت لفين وكان فيها دي ايه؟ انا مش عايز اقول ان هي قافلة الخير تذهب الى مكان واحد، لان من فضل ربي سبحانه وتعالى احنا بنعمل مثلا حوالي 50 عربية. فدي بتطلع محافظة هنا ودي محافظة هنا، وطبعا شعار جمعية البر والتقوى وإحنا معاك. القوافل كل قافلة تخرج إلى المكان اللي محتاجاه، إحنا بنبلغ من قبل ده فيها إيه بقى؟ ده فيها كل حاجة، كل شيء. أدي ثمار، أدي الثمار اللي طلعت من المزرعة. أدي كرتونة، الكرتونة موجود زيت فيها بقى وسكر زيت وسكر وطعام ودقيق وكده. معانا البطاطين والحفة. إحنا بدأنا بقى نزود البطاطين، ناس عملت البطاطين، لكن احنا الحمد لله بنجيب المواد الغذائية من فضل الله. وشايفين الخير ده بتاعكم انتوا يا جماعة، المزرعات البطاطس المزارع والخير كله. ربنا سبحانه وتعالى جعلنا أمناء على الخير، احنا بس مش اكتر والله من ناقلين. دي المخازن مليانة، ودي الأجهزة اللي الناس بدأت تتبرع بيها للمستشفى من فضل ربنا سبحانه وتعالى. أنابيب أكسجين وعربيات وبعض الأجهزة الحمد لله رب العالمين. دي طبعا رايحة لدمياط لأن دمياط المستشفى من فضل الله. وبعد كده بقى بتبدأ قوافل الخير من فضل ربنا فيها الخير. في قوافل طبعا بجانب هذا الطعام في تلاجات بتطلع معاها علشان تروح معاها القرى، مش بس مواد غذائية ولكن برضو ده كمان أساس أثاثات طبعا. وبعدين في عندنا كمان تجهيز عرايس يعني القافلة معنية بكل حتى العرايس بتذهب كل يذهب في اتجاه. ده رايح علشان تجهيز عرايس في مكان معين، ده رايح للإطعام في مكان معين. أماكن بيتصلوا بيها هتولنا بطاطين محتاجين، يبقى احنا بنروح هناك بطاطين. الآلية بتكون ازاي؟ يعني اللي بيبعت الفلوس يقول أنا عايزها مثلا في قافلة للخير، أنا عايزها في المستشفى، أنا عايز، يعني هو بيطلب تتحط فين؟ هو ابتداء المتبرع بيقول أنا عندي مال زكاة أو صدق. ومال صدقات. فإيه هي مصارف الصدقة وإيه هي مصارف الزكاة؟ فأنا بقوله أن الصدقة ممكن أحفر بها بير مية. فيقولي طيب وبالنسبة للزكوات ينفع أن أنا أحفر بها بير مية؟ أقول له لا، جزء من مال البير ده ممكن جزء يسير جدا جدا أخذه وحطه في البير مشاركة مع حد، لكن الأولى في أموال الزكاة هي إطعام الطعام.
ان احنا نطلع من الناس، ان احنا نحطها يعني في القوافل دي ممكن تتحط فيها اموال الزكاه. طبعا هي بالفعل الاموال الزكاه، لان انا اطعم الطعام واحط برضو ده مصرف من المصارف، ان انا اطعم الطعام في الزكاه، زكاه المال، لان الاماكن في اماكن فقيره جدا، وممكن احط في مستشفيات، وممكن احط في ستر اسر في موضوع الاسقف وعمل دوت، وممكن زكاه المال توضع في ارض زراعيه علشان تخرج بعد كده، يبقى هنا الثواب بتاعه متواصل لانه يخرج لله سبحانه وتعالى، وبعد كده ربنا بيكرم سبحانه وتعالى. فهو ده اللي انا عايز اوصل له، ان انت بتنوع وبتقول، لذلك في ناس تيجي يعني هو ممكن يقول زكاه وصدقات، وممكن يطلب العمل اللي هو عايزه بالفلوس دي. بالظبط. يعني انا عايز احط الفلوس في القافله. ان كان لا يعرف احنا بندله، فنقول له دوت المال كذا يبقى يتحط في كذا، والمال ده ويتحط في كذا. في ناس يقولوا انتوا حطوا، لان الامانه طبعا ان انتوا حطوا، تمام. النوع الثاني يقول لي طب حط لي خمسه هنا، خمسه هنا، خمسه هنا، علشان يبقى شارك في كل الخير اللي موجود. احنا عندنا حوالي 12 باب من ابواب الصدقات والزكوات من فضل الله في جمعيه البر والتقوى. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور مصطفى فتح الله، المتحدث الرسمي باسم جمعيه البر والتقوى المصريه. شكرا لحضرتك، بشكركم على حسن المتابعه، اشوفكم على خير بكره باذن الله.